بابا ليك عندي خبر هايل. يا ساتر يا رب، ايه هتطلعني معاش تاني؟ لا يا بابا، العكس بقى هو اللي هيحصل ان شاء الله. انت هترجع الخدمة تاني يا بابا. انا كنت عارف ان انا هرجع الخدمة، طبعا ارتبكوا من غيري مش عارفين يتصرفوا. ما ادولي 5 سنة. هما مين دول؟ وزارة التربية والتعليم؟ لا يا بابا، مش وزارة التربية والتعليم، انت هتبقى مسؤول عن مدرسة خاصة. ايه ده؟ انا هبقى مسؤول عن مدرسة خاصة؟ لا 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 لا، مدرسة اولاد يا بابا. لا 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 لا، ما ينفعش الكلام ده يا بابا. ما تخافش خالص، ما تقلقش من اي حاجة. انا كلمت صاحب المدرسة، قلت له بابا اصلح واحد ممكن يدير المدرسة يعني. انت عارف طبعا كان الراجل اللي هو بيدير المدرسة قبل كده اتوفى الله يرحمه، فهو الراجل صراحة صاحب المدرسة بيثق فيا جدا. ما دام بيثق فيك جدا يبقى ما يفهمش حاجة. ليه كده بس؟ يا ربيع تعال حبيبي، تعال تعال خش. انت ايه مروحش على البيت ليه على طول؟ الشقه مقفوله وانا نسيت اخد المفتاح. مش اشكال، هديك المفتاح بتاعي. اهم حاجه بقى بارك لي جده. جده هيبقى مدير المدرسه بتاعتك. جده هيبقى مدير مدرستي؟ اللهم انك انت فزعت كده ليه؟ الموافق تحولني من المدرسه يا بابا. ايه ده؟ مقالتي اتنشرت من غير ما يشيلوا منها حرف واحد. ازاي الكلام ده حصل؟ ايه؟ انت زعلان ولا ايه؟ لا مش زعلان طبعا، قصدي يعني مش نشرها لك في نص المجله، مفروض يعني نشرها لك في نص المجله يبقى مكان مميز يعني. يعني خلاص اخيرا سلمت واقتنعت ان انا ما اتخلقتش عشان ابقى ست بيت؟ هي بس ما تنسيش يعني ان انا اللي معرفك برفعت ده. ده من حسن حظك انت ورفعت صاحبك. انا مقالتي مكسره الدنيا يا استاذ، ولعلمك بقى رفعت قال لي ان المجله مش هتنزل بعد كده غير ومقالتي فيها. عايز اقعد افكر في فكره تكون حلوه كده المقاله الجديده. ايه ده؟ يا مبروك يا ماما. طبعا ليكي حق تلحقي تكتبي المقاله الثانيه بعد الفلوس اللي قبضتيها من المقاله الاولانيه. اعوذ بالله اعوذ بالله على نقك. عرفتي منين بقى ان شاء الله ان انا قبضت فلوس؟ امال يعني يا ماما هتشتغلي بلوشي كده؟ طبعا هتديني 100 جنيه من الفلوس دي. 100 جنيه بتاعت ايه؟ مش انا اشتركت معاكي في كتابه المقال اللي فات؟ بس يا خساره، اسم حضرتك نزل واسم انا ما نزلش. تعرفي تقراسي خالص؟ وطي صوتك يا ماما عشان الناس ما تعرفش ان انت خدتي ملحوظاتي ونفذتيها بالحرف الواحد، وغير كده ما كانوش هينشروا لك المقال اصلا. لعلمك ملحوظاتك دي ولا فادتني في اي حاجه ولا ليها لازمه عندي. والله؟ امال ليه نفذتيها كلها؟ علشان ما تزعليش. ما عشان ما تزعلنيش يا ماما هتديني 100 جنيه. هتعملي بيهم ايه؟ هما في المجلة سألوكي هتعملي ايه بالفلوس اللي انت خدتيها؟ هديكي 100 جنيه. ياه 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 يا سلوى، ربنا يخليك ليا يا ماما. وهي ما تخافيش، سرك في بير. ولو عاوزتي حاجة كده ولا كده يعني عشان المقال الجديد أنا موجودة، وهو كله بحسابه. المرة دي هعتمد على نفسي. اها، يعني حضرتك بتعترفي إنك المرة اللي فاتت اعتمدتي عليا أنا. طيب، لو ما قمتيش حالا هفشي غل سنين العمر اللي فاتت فيكي. على ايه؟ اقوم احسن. بس في 100 جنيه على فكره. شوف يا استاذ وديع. ربيع يا فندم. متاسف. ربيع يا كامل بيه، اسمي ربيع. حاضر حاضر. شوف يا استاذ ربيع، احنا طبعا مش هنقدر نديك المرتب اللي كنت بتاخده في حكومه. يا سعادة بيه، المساله اطلاقا ما هيش مساله مرتب. مفهوم مفهوم. والحوافز والبدلات والكلام الفارغ ده كله مش هيلاقيه عندنا. لا اصل بابا ما بيبصش الحاجات دي خالص يعني. انت بتتكلم بدالي ليه؟ الله ما تسكت انت. على كل حال يا استاذ وديع. ربيع. اسف اسف. احنا هنستعين بيك لمده شهرين تحت الاختبار. نعم. انا هتحط تحت الاختبار. سلام عليكم. يا بابا. هو يقصد تحت التجربة يعني يا بابا، مش تحت الاختبار، تحت التجربة. حضرتك تجرب المدرسة، هتشوف هتعجبك ولا مش هتعجبك. أيوة. إيه؟ آلات موسيقية إيه يا ابني اللي هنشتريها للحفلة؟ يا ابني قول لكل تلميذ هيشترك في الحفلة يجيب الآلة الموسيقية بتاعته، واللي ما عندوش يشتري أو يأجر، ويا ريت بالمرة كمان تأجروا لنا الميكروفونات ونبقى نضيفها على ثمن التذاكر. مع السلامة. كنا بنقول ايه يا استاذ وديع؟ سيبك من اللي كنا بنقوله،
انا عايز اعرف حفله ايه دي اللي هتدفع فيها تلامذه تذاكر؟ في الحقيقه الولاد مصممين السنه دي ان هم يحتفلوا بعيد ميلادي، وعشان كده جمعوا من بعض واجروا لي مسرح. كمان الطلبه هم اللي هيدفعوا ايجار المسرح؟ الله، يعني يبقى عيد ميلادي وانا اللي ادفع؟ مظبوط طبعا يا فندم، مظبوط. لا ما ينفعش حضرتك تدفع، يعني هم اكيد الطلبه اعتبروا ان ايجار المسرح ده هديه عيد ميلاد حضرتك يعني. لا في الحقيقه هم اجروا لي قاعه تانيه عشان يجمعوا فيها كل الهدايا اللي جايبينها بمناسبه عيد ميلادي. مش هي دي الاصول برضه يا استاذ ربيع؟ لا طبعا مش هي دي الاصول. لا هي الاصول دي يا بابا. يعني فعلا فعلا كل سنه وحضرتك طيب. عيد ميلاد حضرتك اكيد يهم كل الطلبه، مش بس في المدرسه دي، اكيد كمان في كل المدارس المحيطه بالمنطقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ده بيت ربيع؟ وانت تعرف ربيع؟ يس، أنا مايكا صديقة ربيع من النمسا. احنا صحاب على انترنت بقالنا 2 سنين. مايكا يا لهوي، انت مقلتليش، قصدي مقلتليش انك جاية من النمسا النهاردة. يا أنا عامل سربرايز. يا دي شنطة هدومك؟ شور، أنا جاية عشان أقعد مع ربيع 8 يوم. يا نهار أسود، هو ربيع موجود؟ ربيع ربيع ربيع، أيوة موجود. لحظة واحدة لما تدخل عند دول. أوكي. أنت مجنون يالا؟ إزاي تعزم البت دي تيجي تقعد معانا في البيت؟ أنا ما عزمتهاش، دي هي اللي عزمت نفسها. وتكذب عليها وتفهمها إنك عندك 17 سنة. مش 17 بالظبط. هي فاهمة اني كملت 18 اول امبارح كمان. الله يحرقك، اديها جت برجليها وعرفت انك كذبت عليها ومش هتعرف تدخل على النت تاني. يا حاتم انت اخويا ولازم تساعدني عشان ننجز الموقف. وهننقذه ازاي بقى ان شاء الله؟ تخرج لها دلوقتي وتعمل نفسك ربيع وانا حاتم. عايزني اشترك معاك في الكدبه السودا دي؟ من ايه ما اشتركت معاك في كدبه؟ ايوه بس دي كدبه كبيره وهتعطلني على المذاكره يجي 8 ايام بحالهم. ما هي مايكا لو عرفت انك كذبت عليها مش هتساعدني بعد كده. وانت لسه عندك امل تفضلوا صحاب اصلا؟ طب اطلع معايا وشوف هنقول لها ايه عشان نوزعها من البيت. اعتبرنا طلعنا. هتفاهم معاها ازاي؟ انت مش بتقول يلا نمساويه؟ لا ما هو انا في الزنادين اللي فاتوا علمتها كلام عربي كتير قوي وخليتها تتفرج على كل الافلام العربي اللي عدش. طب يلا بينا. يلا. يلا يلا عادل. يا حياة قلب عمري، هي دي مايكا ده ربيع؟ ايه رايك في زق اخوك؟ لا حنش حنش يا حبيبي حنش. طلع لي يا نهار اسود. انت ربيع؟ ها؟ اه انا ربيع. اوه ماي جاد، اي ميس يو سو ماتش. طب عيب يا مايكا، مش قدام الوقت. 2 سنة، 2 سنة بنتكلم على الانترنت وبخلم باليوم ده اللي اشوفك فيه. وانا كمان، قصدي وهو كمان كان بيحلم باليوم اللي اشوفك فيه. اوه بص يا ربيع، واضح كده ان مفيش حل غير اللي قلت لي عليه. انك تقول لها اي حاجة عشان نوزعها من البيت؟ لا طبعا، ان انا اعمل نفسي ربيع. اضطر بقى يعني ان انا اقعد معاها 8 ايام اللي جايين دول وخلاص يعني. ما تجيب بوسر.
ايوه سامي. ايوه انا طلعت المكتب اهو. هشوف الملف ونزل لك على طول. انزل ما لقاكش انت حر، اليوم هيتخصم منك. يلا سلام. راح فين بقى الملف ده؟ ساعة ما الهانم عملت فيها صحفية واستغلت المكتب وكل حاجة ضايعة. ايوه اهو الحمد لله. ايه ده؟ شت. وكمان شت؟ انت مين؟ انا اللي مين؟ انا صاحب البيت. انت ايه؟ انت مين؟ وايه اللي نايمك هنا؟ انا جيرل فريند بتاع ربيع. ربيع؟ ربيع بقى عنده جيرل فريند وكمان منايمك في مكتبي؟ ربيع قال لي انه ده مكتب بتاع فاميلي كله. فاميلي كله ايه؟ ده مكتبي انا. مين اللي قال لك الكلام ده؟ ربيع. يا ربيع انت زفت يا ربيع، انت زفت. ايوه يا بوب. انا بقول ربيع، انت ربيع؟ ما انا ربيع يا بوب. انت مالك فيك ايه النهارده؟ ولا احنا نستهبل ولا ايه؟ ربيع انت ليه مش قلت للدادي بتاعك انه مايكا اقعد عندكوا 8 يوم؟ يا مايكا يا حبيبتي، ما انا كنت عايز اعملها له مفاجاه. مفاجاه ايه؟ دي هتقعد عندنا 8 ايام هنا في البيت. ربنا يستر يا بوب وما يبقوش 8 سنين مثلا. اخيرا شرفتي. مش شايفه معايا تليفون؟ مع حضرتك استاذ رفعت. لا مصره طبعا ان صورتي تنزل على مقالاتي، ده ابسط حقوقي. ليه حضرتك؟ عنيد الادب العربي طه حسين الله يرحمه كانت صورته بتنزل مع مقالاته. نجيب محفوظ الله يرحمه كانت صورته بتنزل مع مقالاته. يوسف ادريس الله يرحمه كانت صورته بتنزل مع مقالاته. انا الله يرحمني الله يرحمني طبعا ان شاء الله، يعني لازم صورتي تنزل مع مقالاتي. انا كمان كاتبه وليا اسم. يعني حضرتك هتوافق؟ حضرتك انا ما بتناقش، انا مش فاهمه حضرتك ليه رافض يعني. طب غالبا انا هقفل التليفون لان في مجله قاعده قدامي، قصدي في تليفون جاي من مجله دكتور ياسر ايوب عايزني اكتب عنده في المجله وانا غالبا هوافق. مش هو بس على فكره، مجلات كتير جدا. وصحف يوميه كمان. تمام. يعني اعتبر كده حضرتك وافقت تنزل صورتي في مقالتي العدد اللي جاي ان شاء الله. تمام يا استاذ رفعت، مع السلامه. انت خلاص عملتيني مجله؟ ايه يا ماما؟ معقوله يعني بتفتحي لي الباب وبتزعقي لي وانا بتكلم في التليفون؟ رئيس التحرير يقول عليا ايه؟ صغيره لسه ومامتها بتزعق لها؟ يا ريتني عرفت ازعق لك من زمان، ما كنتيش عملتي اللي عملتيه. استغفر الله العظيم. انا عملت ايه بس يا ماما؟ بتعقدي اختك من الجواز، عايزه تعنسيها وتميلي بختها. يا بنت الايه يا لذينه؟ لحقت قالت لك؟ هي ليها مين غيري تشتكي له منك؟ انا ما عملتلهاش حاجه غلط، كل اللي عملته اني بنصحها عشان ما تخيبش خيبتي. ممكن بقى توفري نصايحك دي لنفسك وتسيب اختك تشوف مستقبلها؟ انا بنصحها عشان ما تضيعش مستقبلها وتتجوز. انت لسه بتسمي الجواز ضياع مستقبل؟ طبعا يا ماما، دي حاجه كل الناس عارفينها، جواز يعني ضياع مستقبل. حضرتك بتسمي الجواز حاجه ثانيه؟ وانت بقى استاذ بقالك فتره بتراسلها على النت ومفهمها ان انت عندك 18 سنه. لا يا بابا، انا بدات ب 16 لازم اوصل 18 بعد سنتين. يا سلام على الدقه. ما انا لو فهمتني اصغر من كده ما كنتش هتصاحبني بعد كده. مع انها ما صاحبتك يا ده، انت لسه ما طلعتش من البيضه يا. نفس الكلام اللي قلت له بالظبط واحنا جوه. والله يا بابا انت لا حاتم ما تنطقش خالص، بدل ما تعقل اخوك بتشاركه في الجريمه. يعني كنت اسيبه يتكشف قدام صاحبته برضه يا بوب؟ ما يتكشف ولا يتهبب، وكمان منايمينها في مكتبي. ما احنا ما لقيناش حته ثانيه ننامها فيها. عنها ما نامت، انا نص ساعه هنزل العياده بتاعتي اطلع ما لقاهاش. ها؟ طب وهنوديها فين بس يا بوب؟ دي ما تعرفش غير في مصر كلها. ودوها اي حته نزلوها في فندق. يعني بالعقل كده يا بوب، هي لو معاها 8 اوضه في فندق واحده بس كانت هتلجأ لربيع لحاتم لاي حد يعني. بص شكلك محموق قوي وبتدافع عنها جامد قوي. ليه؟ عشان حلوه شويه يعني ولا ايه؟ ليه يا بابا؟ مش شويه. بليز ممكن وطي الصوت شويه عشان اعرف نام؟ حد يرد عليها عشان ما تبقش في زماره رقبتها. ربيع يعني ايه زماره رقبتها دي؟
انا اقول لك يا سيدي. يا بتقول ربيع انت ربيع مش ربيع. خلصوني من الدوشه دي ها، زي ما اتفقت معاكم نص ساعه ونخلص، مش عايز دوشه مش عايز دوشه. ربيع ربيع انا هعمل ايه دلوقتي؟ بيلوموني اني مش عايزه اختي تتجوز عشان ما تقعش في نفس المصيبه اللي مش عارفه اخرج منها، مش عارفه اخرج منها لحد. اهدي يا سلو، اهدي يا سلو، انت جيتي تاني؟ هي كانت جت اولاني؟ انا كنت سايبها في المكتب. اه سايبها في المكتب وما لقيتش مكان تكشف عليها في المكتب، جبتها تكشف عليها هنا على سريري. اهدي بس يا سلو، انا هفهمك على كل حاجه، كل حاجه بهدوء. يا حاتم يا ربيع، بتعمل ايه؟ بتنده عيالك توريهم فضايحك يا اخي تلم. فضايح ايه بس؟ فضايح هتلم ايه؟ فضايح ايه يا مايكا؟ ما تقولي حاجه يا مايكا. اهو شت، انتوا اعملوا نويز كتير. في حاجة يا بابا؟ في حاجة ايه؟ انتوا مش سامعين ماما عمالة بتصرخ، مش تيجوا تشوفوا اللي انتوا بتعملوه؟ يا بابا برضه احنا ما ينفعش نتدخل في المسائل العائلية، وبعدين برضه حضرتك غلط اللي انت عامله على السرير ده بصراحة. يا سلام، شوفوا ابوكوا، شوفوا حقيقته. ربيع بسرعة اتصل بالمأذون اللي جوزني انا وباباك، قول له يجي يصلح غلطته ويطلعني منه. اهدي اهدي، ما ينفعش كده، هتلاقي الأجندة بتاعت التليفونات على المكتب عندي.